كل حاجة لازم تبقى ليها، ما ينفعش اقول لها لا. لو قلت لها طيب لا على حاجة تبقى هي كده زعلانة، طيب حتى هي زعبانة عندها مشكلة. الدكتورة تقول لي ده من تبع نفسيتها، لما بتزعل الموضوع ده عندها بيزيد. ايه اللي عندها؟ نسبة بهاء، عندها بهاء. بهاء طيب نسبة بسيطة، نسبة فلما بسيطة. بتزيد يقولوا لي من بتزعل، بتتأثر نفسيتها. اقول لهم طب هي بتتعب، هي بتزعل نفسها، حاجة مش من حقها عايزة تاخدها. انت عندك ولاد تانيين؟ عندي، عندك كم حد تاني يا محمد؟ انا عندي أربعة. 3 بنات ومحمد. ربنا يخليهم لك. 4 ايه؟ 4 ما بس شاء هي الله. اصغر واحد. ماشي يا ام محمد، تابعينا يا حبيبتي. طيب نجاوب على ام محمد، تنصحيها تعمل ايه مع بنتها 8 سنين لما بتتاثر البهاق بيزيد والدكاتره حذروها من ده، فهي طبعا بتخاف اكتر كده ولا كده؟ مع الاسف البهاق هيزيد، البهاق بيتزايد كده ولا كده، ما فيش يعني، ممكن ناجله سنه بس هو ما بيتوقفش. نعم تمام. انما الانانيه ممكن تتوقف، فهي طول ما انا خايفه على زعلها، الولاد لازم تزعل، ما هو انا هربيه ازاي لو ما زعلش؟ انا ساعات بقول يعني لبنتي كده برضه، لا معلش زعلي شويه بس ده لمصلحتك. بالظبط، لازم تزعل، فهي خايفه على زعلها. مش متوقع من بنت عندها 8 سنين ان هي لوحدها تفهم انه لا انا هتعلم ابقى معطاءه، لا انا هتعلم اخد بالي من اللي حواليا، مش طبيعي، لانه نعم. الطبيعي هو انه انا بدبدب في الارض فباخد اللي انا عايزاه، نعم. فانا عايزه اللي انا عايزاه، اللي هيخليني مش عايزاه، نعم. فمحتاج يبقى فيه تمن، محتاج يبقى فيه تمن انا هل في بدفعه. تدريبات معينه يعني، هل في نصايح معينه تقوليها لها، قولي لها خليها تعمل كذا، تخليها ما هو انا مش عارفه تمرنها؟ قوي التفاصيل، بس التمرين هي الام الحقيقه اللي محتاجه تتمرن، على انه ما جراش حاجه لما هي تزعل شويه. ايوه لما تزعل يبقى فيه، لازم يبقى فيه عقاب، لازم يبقى فيه ثواب. بتعمل حاجه كويسه هشكر وهشجع قوي قوي قوي، لما تعمل حاجه غلط لازم هيبقى فيه تمن هيدفع، هتخسري مصروف، هتخسري خروجه، هتقعدي لوحدك، يعني لازم هيبقى فيه دم تمن يدفع. هتزعل طبعا، هتزعل، بس هي لازم تزعل عشان تطلع من الحته اللي هي فيها.